أولا سعيد أن أتواجد مع الإخوة في هذه الجلسة. سي مصباح والسي ماء العينين، أود كذلك أن أشكر الحاضرين كل واحد باسمه وصفته. إذا كان الأخ معروف قد عرج بنا إلى تصورات مختلفة لعدد كبير من الفلاسفة والعلماء، أرسطو، أفلاطون، أينشتاين، نيوتن، فأنا سأخذكم إلى عالم آخر وهو عالم الإبداع، حيث تغيب الموضوعية وتحضر الذاتية بشكل مكثف. وكما أشار الأخ مسير هذه الجلسة الدكتور ماء العينين أن مقولة الزمن نجدها ومنذ القدم قد شغلت الفكر الإنساني وفي مجالات متعددة، وكل واحد بطبيعة الحال ينظر إليها من زاويته الخاصة. أنا سأتحدث عن الإبداع وكيف ينظر المبدع إلى مسألة الزمن. تعرفون أن في خاصة في العقد الثاني من القرن العشرين، يعني ظهر عدد كبير من النقاد الذين اهتموا بموضوع الزمان وخصصوا له مصطلحات وآليات منهجية كثيرة، وهؤلاء أغلبهم غربيون، فهؤلاء عكفوا على دراسة تراثهم من اليونان، من الإلياد والأوديسا إلى بلزاك وفلوبير وصاحب بحث عن الزمن الضائع بروست، وتصوراتهم كانت وفق ثقافاتهم. لكن طبعا نحن اكتفينا باستهلاك آليات منهجية أنجزت وفق ثقافات أخرى. وهنا السؤال مطروح معنا أكيد طلبة، يعني أريد أن يعني أحفزهم على قراءة التراث، لأن عندما نرى مثلا أغلب الآليات المنهجية هي انطلاقة من الكتابات وليست وحيا، فهل تراثنا فقير لهذه الدرجة أننا لم نستطع أن ننجز مفاهيم ندرس بها تراثنا؟ أنا مثلا لا أريد أن أطيل لا أخذ أكثر من وقتنا، الزمن لا يرحم، كما قال الشافعي صاحبة الصوفية، ولم أستفهم إلى ثلاثة أشياء: الزمن إن لم تقطعه قطعك. إذن سأحاول أن لا يقطعني في هذه المداخلة. إذن قلت بأن هؤلاء يعني أنجزوا آليات خاصة بتراثهم. هل تراثنا غني؟ طبعا لا. عندما نقرأ بيركسون مثلا ويقول بازدواجية الزمان، هناك لوتون دو لوغلوج ولوتون كولكتيف ولوتون انديفيدوال. فأنا لا أتحدث عن الفلاسفة بل المبدعون. هناك عدد كبير من المبدعين يعني تصورات مبثوثة في كتاباتهم. فمثلا قبل بيركسون فهذا مثلا المعري يرى، تعرفون بأن كل الكتابات التي جاءت بعد الإسلام لها تصور مختلف. فالقدماء كانوا يقولون بأن الدهر هو الذي يهلك الناس، كما يقول امرؤ القيس: الدهر غول يلتهم الرجال. لكن عندما جاء الإسلام اختلفت الرؤية، فالمعري يرى بأن الزمن هو خادم بيد الله، فالزمن هو خادم بيد الله، سخره إلى جانب المكان لحكمة أرادها في خلقه. ولا يمكن للإنسان أن يتمرد عن الزمان، والانتصار عن الزمان وهم كما يقول المعري. لكن كتاب كثيرون غربيون ثاروا ضد الزمان، فهذا بيتهوفن مثلا لما فقد حاسة السمع صاح وصرخ قائلا: لو ديستان جو لو بروندري سيغتانمون بار لا ما اي نو بورا با مو كوربي، معناها بغى يقول بان لن يهزمني الزمان. فالمعري المسلم قال شيئا مختلفا لما اصابه العمى، قال: احمد الله على العمى كما يحمده غيري على البصر. اذا لا اريد ان اتحدث عن كل هذه التصورات ربحا للوقت، امر مباشره الى الحديث عن
الرواية، وأنا في الحفل البداية كنت أود الحديث عن مجموعة من الروايات المغربية، كنت أود الحديث عن ربيع قرطبة لحسن أوريد، هذا الأندلسي لابن السبعين، ثم مجنون الحكم، وكلها روايات رجعت بنا إلى الماضي وقامت بنظرة استعادية وجعلتنا نعيش هذه الأجواء القديمة. هذا هو سحر الإبداع، أنه يخرج عن 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 ما يقوم به المؤرخ ويجعلنا نعيش من خلال حوارات مونولوجات، وهذا طبعا خروج واضح عن التاريخ والتزام بما يتطلبه الإبداع. إذن سأحاول في هذه المداخلة، وهي أعتبرها تكريما لصديق عزيز وهو يحيى بزغوت كاتب هذه الرواية، ولماذا اخترتها عوض أن أتحدث عن ربيع قرطبة؟ لأن هذه الرواية لم تنل حقها لا في المغرب ولا في العالم العربي رغم راهنية موضوعها وأهميتها. سي بزغوت كنت ألتقي في المقهى وقلت له ذات يوم، في أدب أمريكا اللاتينية حاول كتاب كثيرون مثل غارسيا ماركيز وفارغاس يوسا وميغيل أنخيل أستورياس تعذيب الدكتاتوريين أدبيا، فلماذا نحن في أمريكا، هناك في أمريكا اللاتينية هناك ما يسمى برواية الدكتاتور، كتابات كثيرة حاولت يعني تقديم هؤلاء، ففعلا كان هذه البداية وبدأها، ولم طبعا لأن بسبب المرض وكأني به كان يعرف أن الموت سوف لن يمهله على كتابة هذه الرواية، ولهذا جاءت في هذا الحجم، في حين أن السيد كان بإمكانه أن يكتب رواية كبيرة جدا، لكن رغم ذلك فالرواية مهمة جدا. إذن كما تعرفون التاريخ متواجد في الإبداع منذ ليل الزمان، ويختلف من رواية إلى أخرى، فهناك مثلا رواية تشير في لفتة عابرة إلى بعض الأحداث، وهناك رواية أخرى يكون التاريخ يعني والعودة إليه يعني بشكل مكثف. إذن الإبداع كما قلت لا يعكس تجربة متخيلة فقط، بل واقعية أو تاريخية أيضا. تجدر الإشارة إلى أن المبدع أو الروائي هو كائن تاريخي لا يمكن أن يبقى منعزلا عن الواقع والتاريخ، بل لا بد أن يكون تصور، طبعا هو مختلف عن تصور أينشتاين أو نيوتن، ولكن له تصور خاص به كما أشرت في البداية، هو تصور قد نختلف معه لكن هو تصور وفق مبادئ معينة. إذن كما قلت أن المبدع لا يمكن أن يتجاهل عصره، بل دائما يعطي يعني نظرة إبداعية لهذا العصر. إذن كما تعرفون الرواية لها خصوصية مقارنة مع الشعر، طابع الشعر الاختزالي لا يبيح له ولا يجيز له ذكر التفاصيل، هنا تأتي الرواية طبعا لكونها بيت يتسع لكل التفاصيل. لا شك أن الباحث عندما يقرأ روايات ذات بعد تاريخي يتبادر إلى ذهنه سيل من الأسئلة، لعل أهمها لماذا يجر الروائي روايته نحو التاريخ؟ لماذا يخرج الأموات من الظل ليكلمها؟ ويسرد أحداثا من الماضي لنعيشها في الحاضر. هل لهذا النوع من الكتابات قيمة تاريخية؟ بمعنى هل يمكن اعتبار الرواية وثيقة تاريخية؟ هنا العروي لا يتفق. عبد العروي باعتباره مؤرخا صارما لا يؤمن إلا بالوثيقة، ولكن هناك من يعتبرون أن الرواية بإمكانها، لأن الرواية فيها نفثات تاريخية وسأذكر ذلك لاحقا، لأن هناك تاريخ منسي لا يلتفت إليه المؤرخون فيعود إليه الروائي.
إذن وكما أشرت إلى ذلك سابقاً، ملاحظاتي ستكون حول هذا التقاطع بين الزمنين، بين الزمن التاريخي والزمن الروائي، أو بين التاريخ والتخيل، وذلك من خلال هذه الرواية ريح الكناسين ليحيى بزغود، والتي صدرت سنة 2011 أربع أو خمس أشهر بعد انطلاق ما يسمى بالربيع العربي. وتعتبر هذه الرواية من أكثر روايات يحيى بزغود تجذراً في الواقع وفي التاريخ، وهي رحلة في بعض البلدان العربية وهي مصر وليبيا وتونس وفي حقب تاريخية مختلفة. منذ باكورة أعماله وهي الجردان اتضح نهج يحيى بزغود في الكتابة التاريخية، وهو نهج يتخذ من الرسالة من الرواية وسيلة لتعرية الواقع العربي بكل تناقضاته. إذن عودة يحيى بزغود إلى ماض بعيد ليس ولعا بالتاريخ لذاته، وإنما إشباعا لفضول شخصي وجماعي، أي البحث عن جذور وأسباب بعض السلوكيات الغريبة والملغزة في شخصية الحاكم العربي ممثلا في هذه الرواية بالشخصية الرئيسية وهو بهلول السرتي. ويتعلق الأمر إذن في هذه الرواية برجوع إلى الماضي لفهم الحاضر. استعمل يحيى بزغود في هذه الرواية منذ البداية شخصية متخيلة سماها بناصح الفائز، وجعلها تنتمي إلى المذهب الإسماعيلي. إذن هو شيعي إسماعيلي، لكن جعل هذه الشخصية شيعي إسماعيلي لا يؤمن بالرجعة، وإنما يؤمن بالتناسخ، لتماشيا مع طبعا مشروعه في هذه الرواية. إذن أن يعني الشخصية التي يشير إليها في هذه الرواية هو الحاكم بأمر الفاطمي، طبعا هو قد اختفى كما يقول أتباعه، لكن المؤرخين يقولون بأنه قتل، ويشيرون إلى أن من قتله ابن الدست. لكن هنا يحيى بزغود سوف يقدم لنا رواية مختلفة، هو طبعا لن يتفق مع المؤرخين ولن يتفق مع أتباع الإسماعيلي، وإنما أن الشخص الذي بعث للبحث عن الإمام الغائب هو شخص يؤمن بالتناسق، ولذلك سوف يبحث عنه وسوف يتبين له أنه لم يقتل ولم يختفي، وإنما حل في شخص آخر كما يعتقد هؤلاء، حل في شخص آخر، هذا الشخص هو بهلول السرتي، وسنرى من يمثله في هذه الرواية. إذن لا شك أن بزغود استلهم كتابات المؤرخين في من أمثال المقرزي لإضاءة بعض الأحداث ومعرفة بعض المعطيات حول عدة دول مثل الدول الفاطمية، وخاصة زعماءها وما حيك حولهم من أمور ملغزة تتسم بالغرابة. إذن يحيى بزغود يريد هنا أن يركز على طاغية، لأن بالنسبة لهناك عن فراعنة العصر القديم وفراعنة القرن الرابع للهجري، أي فترة حكم الدولة الفاطمية، وفراعنة العصر الحديث. فالفرعون أو شيخهم الأول هو فرعون، الذي طبعا كان يقمع الناس ولم يصل به الحد إلى هذا كما يروي لنا القرآن، بل تجاسر على الذات الإلهية وطلب من هامان أن يبني له صرحا ليراقب إله موسى. إذن هنا بزغود يريد أن يقول بأن الفراعنة طبعا لم حضورهم لا زال موجودا حتى في الأزمنة الحديثة، ورغم أن رواية ريح الكناسين تحمل نفحة من الماضي، إلا أن عين الكاتب تبقى تراقب الواقع المعاصر. لذلك أغلب الشخصيات التي ركزت عليها الرواية
تنتمي للزمن الحاضر، ومن بينها بهلول السرتي الذي تلبسه الإمام الغائب فعاد كما يعتقد ليملأ الأرض عدلا. وظل هذه الشخصية يعني شخصية الحاكم بأمر الله ملازما لبهلول. طبعا هذا طيفه فقط، وبهلول هو في الحقيقة فرعون يمثله معمر قذافي. ظل هذا الحاكم الذي ينتمي القرن الرابع الهجري يراقب هذا ويأتيه لطيف ويملي عليه ما يسمى في هذا بالبينات. إذن كل مرة كان صوت الحاكم بأمر الله يطن في أذن يملي عليه البينات، وعددها 7 في هذه الرواية. فالبينات كما تعلمون هي علامات على مسار المريد الإسماعيلي ومسلكيته في التراتبية. إذن في ريح الكناسين في هذه الرواية إذن يتحول السرد إلى كاميرا تسلط الضوء على حياة ديكتاتور من الطفولة إلى نهاية حكمه، كما أن المؤلف وظف السرد كوسيلة العودة إلى أزمنة غابرة، ثم كذلك لينفذ إلى أعماق الشخصيات والأزمنة والأمكنة. فهو لا يكتفي في هذه الرواية بالإشارة إلى الأحداث التاريخية، بل يدخل إلى أغوار ليجمع بعض التفاصيل والطرائف، وهي أغوار عادة ما لا يدخل إليها المؤرخون لأنهم لا يهتمون بالجزء أو الهامشي وهو من اختصاص الروائي. إذن ربما تم باب المقارنة إذا رجعنا إلى بعض الرواية التاريخية. مثلا في ربيع قرطبة الحكم هو حكم بن عبد الرحمن ناصر، وهم حكم في عهد ما يسمى بالخلافة خلافة قرطبة، هو شخصية يبعثها ويكلمها ولكن لا يتحدث عما هو تاريخي، ولكن لإرهاصات سقوط الأندلس يعني هذا ما كان يريد أن يركز عليه. إذن الرواية عندما يعود التاريخ فهو لا يعد ليحاكيه، ولكن ليعطي رواية أخرى، ثم كذلك ليجعلنا نعيش أجواء هذا الزمن عندما يقوم بنظرة استعادية لهذه الأزمنة والأمكنة. إذن سأقفز على أشياء كثيرة. إذن يكتسي الزمن التاريخي والشخصية الروائية أهمية كبيرة في ريح الكناسين، فالكاتب يبعث الشخصية كي يكلمها أو يقحمها في مونولوجات واستهامات وحوارات مع باقي الشخوص بغية إبراز حاسيسها وكل ما يدور في دواخل، لأن الروائي مطالب بالإبداع والمغامرة وخلق عوالم ممكنة داخل التاريخ المعروف. إذن الروائي لا يتردد إذا كان المؤرخ لا يمكن أن يكتب إلا انطلاقا من الوثيقة، فإن الروائي لا يتردد، فهو بإمكانه أن يكتب وتأخذ الأحداث في الرواية مسارات مختلفة غير تلك التي نعرفها في التاريخ. إذن أريد هنا أن أقول أشياء، ولكن ما أن 5 دقائق أريد أن أحترمها. إذن هنا أريد خلاصة يعني ستكون جد مركزة حول هذه العلاقة بين التخيل والتاريخ، بين الإبداع والتاريخ أو الزمن التاريخي. إذا كانت الرواية بالنسبة لجولدمان، هو المعروف صاحب سوسيولوجية الرواية، بأن الرواية هي البحث عن قيم أصيلة في عالم منحط، فإن رواية حبزغوت ريح الكناسين هي البحث عن قيم الحق والخير والديمقراطية. وكان يحيى بن زغود رحمه الله يعتقد ويتمنى أن هذه الرياح العاتية التي هبت على العالم العربي ستفضي إلى التغيير وإلى الديمقراطية التي طال انتظارها. هذه الرواية تربط بين الماضي والحاضر قصد طرح فكرة السلطة قديما وحديثا، منذ فرعون إلى الحاكم بأملة الفاطمي إلى بهلول السرتي وطبعا باقي الديكتاتوريين الذين لم أتحدث عنهم طبعا لديك الوقت، ولكن سأحاول أن أقوم بملاحظة قد تجمع بين كل هذه الشخصيات.
إذن هذه الرواية تربط كما قلت بين الماضي والحاضر، وتطرح قضية السلطة قديما وحديثا، وكيف حافظ الحاكم العربي على الموروث المتخلف كسياج ملفق لحماية سلطته. وكل هذا بمنطق الروائي وليس بمنطق المؤرخ. ريح الكناسين نبتت إذن في التاريخ لا لتحاكيه وتتبناه، وإنما لتعارضه وتكشف عن مفارقاته. ما يشكل بصيص الأمل في هذه الرواية هو إطارتها للزمن الحاضر من خلال وعي الجماهير بضرورة التغيير والرغبة في العبور إلى مرحلة جديدة من التاريخ، مرحلة تنفتح على أفق مغاير لمسلك الهزائم والإحباطات الذي أراده صناع سايكس-بيكو للمنطقة الممتدة بين الخليج للمحيط. وعلى هذا الأساس يمكن القول إن ريح الكناسين هي رواية معرفية بشخوص وأحداث وأزمنة وأمكنة وقضايا متعددة تختزل بين طياتها معرفة للمتلقي. وهذا النوع من الرواية لا يمكن له أن يبنى خارج الواقع والتاريخ، فهذان العنصران يعتبران خزانا مهما للتخيل لا مناص من الاعتماد عليهما والتجوال في داخل دروبهما لفهم المجتمع واستقراء الذات الإنسانية في علاقاتها بالقيم والزمن والوجود عموما. بقي علينا أن نشير إلى أن ريح الكناسين تطرح إشكالية مهمة من الصعب الإجابة عنها. هل للنص الروائي قيمة تاريخية؟ نعم ولا. عندما نقرأ بالزغود نتعلم أشياء كثيرة عن شخصية الحاكم التي يقحمها الكاتب في حوارات لاستنطقها كي تبوح بأمور لا نستطيع الحصول عليها في كتب التاريخ بل في الرواية فقط. وهنا قد يكون النص المتخيل هو التاريخ المسكوت عنه أو التاريخ المنسي أو التاريخ الممكن داخل التاريخ المعروف. إذن فيما يخص التاريخ الممكن، أرسطو في تعريفه للتاريخ وللشعر، في ذلك الوقت كان الشعر الملحمي فقط، يقول أن التاريخ هو ما صار فعلا. وماذا يقول عن الشعر الملحمي؟ طبعا ما يقول عن الشعر الملحمي قد يسري على باقي الأجناس. يقول الشعر تاريخ ممكن، بمعنى أن قد يكون الإبداع قد يعود إلى استعادة ما تركه المؤرخ. هنا اسمح في دقيقتين، مثلا عندما نقرأ بعض الروايات المغربية، رواية مثلا أحمد توفيق شجرة حناء وقمر، مغرب القرن التاسع عشر، فمثلا أشياء كثيرة في البادية، وتعرف من البادية منسية في تاريخ المغرب إلى حد كبير. حتى الفقيه يعني يسكن المدينة فقط، ولذلك المامي كتب كتاب البادية طبعا. إذن هنا الجملة الأخيرة، إذن كما قلت أن الإبداع قد يكون تاريخا ممكنا، لأن نفثات كثيرة تاريخية مبثوثة في الشعر وفي المسرح وفي قريب كل أجزاء الأدب. إذن إذا كان الحاكم بأمر الله بالنسبة ليحيى بن زغود لم يقتل كما يقول المؤرخون، ولم يختفي كما يعتقد الشيعة الدروز أو الإسماعيلية الذين يؤمنون بالرجعة والغيبة، فإنه بالنسبة لي بالزغوط قد حل في شخص آخر. وهنا تتحول الرواية كما يقول خوان غويتسولو الكاتب الإسباني إلى أرض خصبة للشك، أو إلى متاهة، أو إلى وطن من يرتابون كما يقول والتر بنجامين، لأن الرواية نبتت في التاريخ تارة تتبناه وتارة تكذبه وتأتي برواية أخرى مخالفة للتاريخ. إن كنت قد أطلت، وشكرا جزيلا على كرم إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.